بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر درسنا وسمع. هذا كتاب الترغيب والترهيب للمنذر رحمه الله. لا تنساش الوالدين ولوالدينا أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ولوالدينا أجمعين. كتاب الترغيب والترهيب للمنذر رحمه الله، كتاب صفة الجنة، فصل درجة الجنة وغرفها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب، يعني النجم الغابر. نعم. لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه كما وفي رواية لهما: كما تراءون الكوكب الغارب. رواه الترمذي من حديث أبي هريرة بنحوه، وصححه إلا أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون في الغرفة كما يتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في الأفق أو الطالع في تفاضل الدرجات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وتقدم من هذا النوع من حديث أبي عن مثل حديث أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يرى هنا البيضاوي قسمهم أربعة أقسام بحسب منازلهم في العلم والعمل، وحث كافة الناس على ألا يتأخروا عنهم، وهم الأنبياء الفائزون بكمال العلم والعمل، هذا رقم واحد. المتجاوزون حد الكمال إلى درجة التكميل. ربنا قال: أولئك الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا أربعة أقسام. ثم الصديقون الذين صعدت نفوسهم تارة بمراقي النظر في الحجج والآيات، وصعدت أخرى بمعاري التصفية والرياضات إلى أوج العرفان، يعني تصفية وتربية، حتى اطلعوا على الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليه. ثم الشهداء الذين أدى بهم الحرص على الطاعة والجد في إظهار الحق حتى بذلوا مهاجهم في إعلاء كلمة الله. ثم الصالحون الذين صرفوا أعمارهم في طاعته وأموالهم في مرضاته. هذه القسمة الرباعية كرمتنا. أولئك الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل حديث أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها.
أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما ما بين السماء والأرض. وعن أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين 100 عام. مئة عام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام. انتهى الباب. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، ثم اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا منتهى آمالنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. الله بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. نسألك اللهم الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وشكر نعمتك وحسن عبادتك، وقلبا سليما ولسانا صادقا. ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير ما سألك من عبدك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. ونسألك كل قضاء إن قضيته لنا أن تجعله خيرا يا رب العالمين يا رحمن الرحيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك شكارين ذكارين رهابين مطوعين مقبتين أواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا، واقبل توبتنا، وثبت حجتنا، سدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. سلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا يا عزيز يا رحمن. اللهم سلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا يا عزيز يا رحمن. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما تنفعنا به يا رب العالمين يا كريم يا عليم. اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين يا رحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل بيوتنا أحب البيوت إليك، وذرياتنا أحب الذرار إليك. اللهم اجعلنا أحب عبادك إليك، وأقربهم زلفى لديك. جل نساءنا بالحجاب والصلاح والعفاف. اللهم جل نساءنا بالحجاب والصلاح والعفاف. اللهم جل نساءنا بالحجاب والصلاح والعفاف. اللهم اخلفنا في أولادنا بخير، وارزقنا برضاهم يا رب العالمين يا رحمن الراحمين.
اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في طاعتك ومرضاتك، وارزقنا برهم أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العظمة والسلطان. اللهم إنا نسألك رزقا لا يحد ولا ما دخل فيه لأحد، اللهم ارض علينا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا يا رب العالمين يا لطيف يا خبير. اللهم ارض علينا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا يا لطيف يا خبير. اللهم ارض علينا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا يا لطيف يا خبير. اللهم استرنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، واجعل تحت الستر عملا صالحا، اللهم اجعل تحت الستر ما تحب. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ولا تشمت بنا أحدا يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا أحدا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وقلوبنا، ونعوذ بك من شر منينا. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، ونسألك الميتة الحسنة يا رب العالمين. اللهم عسلنا عند موتنا، واجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله، على حسن خاتمة وقول وعمل يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم كن لإخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا في عموم فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا تقر به عيوننا وتثلج به صدورنا، اللهم واجعل نصرهم قريبا عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ومن على أهل السودان باليمن والإيمان والسلامة وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن، واحقن الدماء يا منان. ومن على جميع المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء بعيش رغيد وعيش مديد يا مجيد يا حميد. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين وفق ولاة أمورنا وجميع ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ما دعوناك فأجبنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا فلا تحرمنا، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير، تقبل الله منا وصالحنا.